the Israeli sides. I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people. أهمية القدس في قلوب الكثيرين. هذا كان الوضع على مدى قرون وسيبقى في المستقبل. في هذه اللحظة التي يستتب فيها القلق الشديد، أود أن أوضح أن لا بديل لحل الدولتين، وبتحقيق رؤية حل الدولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب مع القدس كعاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين، وبعد حل جميع القضايا العالقة تماما نأمل في أن تتحقق طموحات الشعبين